هنبدأ دلوقتي إن شاء الله نتكلم عن حاجة اسمها الـ Recurrent Models أو Recurrent Neural Network أو الـ RNN. طبعا ده علم من العلوم اللي هي موجودة أصلا في الديب ليرنينج، اللي بتستخدم تشتغل أكتر حاجة مع التكست يعني، أو هي بتحب تتعامل مع حاجة اسمها Sequence، فهي بتدخلها Sequence of Data فبتطلع Sequence of Data. ممكن تستخدمها في نعمل Sentiment Analysis، ممكن نستخدمها في Classification للتكست، ممكن نستخدمها في حاجات خاصة بالستوك برايس بريدكشن مثلا، حاجات اللي هي بيكون فيها تسلسلات. دي بتحب الايه المودلز دي تشتغل في ايه في الجهة دي. طيب تعالى نتعرف على الانواع الموجودة واصلا تعريف الار ان ان عبارة عن ايه وكل التفاصيل الموجودة هنا. اول حاجة بيقول لي الار ان ان هو ديريفد فروم ذا فيد فورورد نيورال نتورك، وطبعا هو نوع من انواع الفيد فورورد نيورال نتورك، اند جيف ا تيمبورال دايناميك بيهيفير. الفكرة إن هو بيستعين بالناتج اللي هو طلعه في الستيت الإيه اللي قبل على طول. يعني هو عمل دلوقتي شغال على ستيت معينة، فعشان يحسب الستيت دلوقتي أو عشان يحسب مثلا الأكتيفيشن فانكشن بتاعة النيرون اللي واقف عليها دلوقتي، بيستعين بالأوتبوت اللي ظهر من الستيت اللي فاتت. ماشي؟ فعشان كده هو بيتعامل مع حاجة اسمها سيكونشال داتا، بيحاول إن هو يربط ما بين الكرنت ستيت والبريفيس ستيت. بيعمل بنفس الطريقه بالظبط بتاع الهيومن برين، ان هو يتذكر الاشياء وان هو يحاول ان هو يكمل الحاجات الناقصه، ان هو يحاول يفكر في حل مشكله ما، بحيث ان هو يربط الحل بتاعه بكل المعطيات الموجوده عنده. ماشي؟ دي الفكره بتاعت ايه الـ RNN، ان هو بيعتمد على حاجه اسمها ايه بقى، حاجه اسمها ميموري ستيت. ماشي؟ ان كل نيورون هتبقى موجوده عندي هيكون في حاجه اسمها ميموري ستيت بتحتفظ بالناتج اللي فات، وبيدخل لها الناتج الجديد، وبتبدا ان هي تعمل عمليات معينه بحيث ان هي الناتج اللي هيطلع ده يكون معتمد على الكرنت ستيت والبريفيوس ستيت اللي احنا ايه هنشوفه. طيب الشكل العام اللي هو بيفرق ما بين الاثنين دول، انت لو جيت بصيت على الفيد فورورد نيورال نتورك هتلاقي ان انت عندك مثلا انبوتس بتوصل كلها للنيورونز الموجوده في الهيد لاير مثلا. ماشي؟ طبعا مفيش حاجه بترجع تاني، او الاوت نفسه بيخرج ويروح للاير اللي بعدها. ماشي؟ دايما بتبقى ماشيه كده، ان في دايركشن معين كده، فما ينفعش ان انا اخد الاوت مثلا واقوم مدخله تاني لنفس النيرون. لا، الكلام ده ممكن يحصل فين؟ ممكن يحصل في حاجه اسمها الكارنت نيورال، ان الاوت نفسه بيخرج ونفس الاوت ده بيتنيه موجود هنا كده، بيتحفظ في حاجه كده، لما بيتحفظ في ستيت معينه كده، عشان بعد كده لما يجي يدخل انبوت جديد يجي يحسب الانبوت الجديد يعتمد على الايه، على الاوت القديم، بحيث ان ايه، ان الاوت القديم ده ممكن ياثر على الناتج الجديد اللي انا بحسبه دلوقتي. ماشي؟ طيب ناخد مثال بسيط. لو انت دلوقتي شغال على كلمه نيورون، وقفت عند كلمة مثلا R وعاوز تتنبأ بالحرف اللي هو اللي بيجي بعد مثلا ايه، بعد كلمة R مثلا. طبعا لو انت شغال في الفيد فور نيورال نتورك هو بيعمل بروسيسنج لكل حرف لوحده، فما يعرفش اصلا هو الحرف اللي قبله ايه، ولا يعرف الحرف اللي قبله ايه، فما يعرفش يو ولا الاي ولا الان. ماشي؟ لكن لو انت شغال هنا في الحالة بتاعت الريكرنت نيورال نتورك، هو متذكر لو انت واقف دلوقتي عند القيمه بتاعت الار ايه، هو متذكر اصلا اليو اللي قبلها، ومتذكر الاي اللي قبلها، ومتذكر الان اللي قبلها. فلما يجمع ده كله على بعضه اللي هو الان والاي واليو والار، يقدر يتنبأ بالحرف اللي بعدها اللي هو المفروض ايه يكون مثلا او مثلا، يعني كاز ان اكزامبل من الايه، من الانجلش. طيب فالمشكله كلها في الفيد فورورد نيورال نتورك، ان انا ما ينفعش استخدمها في السيكونس ديتا لانه مش بيتذكر الحاجات القديمه كلها، لكن الكرنت نيورال نتورك بيتذكر كل الايه، كل الاوت القديم او جزء حتى على الاقل منه، اللي هو اقرب الى ايه، اللي هو اقرب الى الاوت اللي المفروض احسبه دلوقتي حاليا. ماشي؟ طيب فال ار ان ان هو ايبل تو ريمبر ذوز كاركترز، عنده القدره ان هو يتنبا، او ان هو قصدي يتذكر الكاركترز اللي فاتت دي، عشان هو عنده حاجه اسمها الانترنال ميموري بتحتفظ بكل الايه، بكل الحاجات الايه اللي موجوده عنده دي. بروديوسز اوت، هو بيخرج منه اوت، وبياخد كمان نسخه من الاوتبوت ده كده ويعمل لها لوب ان هي تتخزن في نفس النيورون اللي انت ايه اللي انت واقف عليه. طيب سيمبلي بقى كده باختصار الموضوع، ان الار ان ان اد ذا ايميديت باست تو ذا بريزنت. يعني انا دلوقتي بشتغل على البريزنت، فانا كمان بحتاج كمان الايه، الباست او الحاجات القديمه عشان تساعدني في التنبؤ بالحاجات الايه، الفيوتشر اللي هي مستقبل. طيب this is important because the sequence of data contain crucial information. هو ليه طبعا يعني ليه طبعا اخترعوا الار ان ان، لان طبعا يعني السيكونس اوف داتا ديت بيكون فيها معلومات مهمه جدا. انا محتاج ان انا اجيب حاجه دلوقتي بدلاله حاجه تانية، اجيب الاوت اللي انا شغال عليه دلوقتي بدلاله الايه، الاوت القديم، عشان اقدر اوصل الى ايه، الى الناتج اللي جاي ده بطريقه كويسه. طيب تعالى كده نشوف البيزك ريكرنت نيورال نتورك شغاله ازاي. انت عندك مثلا
لو انت شغال على فيد فور نيورال نتورك، فانت عندك الاكس مثلا بتدخل على نيرون وبتطلع ايه، بتطلع اوت مثلا نفترض كده يعني. فانت عندك هنا الهايبوس فانكشن اللي اتحسب هنا كده، في هنا المفروض ويت، يعني في ويت هنا كده بينضرب في الاكس، وفي كمان بايس بيدخل مع المعادله. فلما بتيجي تحسب انت، لما بتيجي تحسب الاتش في الحاله دي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن اللي هو الهايبوس ده بيبقى عباره عن اكتيفيشن فانكشن ماشي، بس نتيجه ان انا عندي الفي انضربت في الاكس بلس ايه؟ بلس السي. فانا بجمع الاول اللي هو الفي اضربها، الفي اضربها في الاكس، بعد كده بزود عليها طبعا السي مضروبه في واحد، بعد كده بحسب الاكتيفيشن فانكشن بطلع الناتج بتاعي اللي هو المفروض ايه؟ بيكون الواي بتاعتي. طيب لو احنا شغالين على كارنت نيورال نتورك بقى، فقال لك في الحاله دي بقى انا هعتمد على الكارنت ستيت اللي داخله دلوقتي، اللي هي مثلا دلوقتي الاكس تي دي الكارنت ستيت اللي داخله دلوقتي مع الفي بتاعتها مع الويب بتاعها، وكمان في ستيت قديمه كده اسمها ايه؟ اسمها اللي هو الاتش تي ماينس 1 اللي هي القيمه القديمه او الاوتبوت القديم، وبرده في ايه؟ في كمان ويت موجود على الخط ده كده. يبقى الاتش تي ماينس 1 ده المفروض اللي هو الاوتبوت القديم، وفي كمان ويت موجود هنا على الخط ده كمان عشان نضرب في القيمه اللي هي بتاعت الاوتبوت القديم كده، وهزود كمان عليهم الايه؟ هزود كمان عليهم السي، بحيث ان انا في الاخر خالص لما اجي اوجد اللي هو الاتش اوف تي الجديده دي تكون معتمده على الكرنت ستيت اللي هي داخله دلوقتي، وكمان البريفيس ستيت الايه اللي هي اتحسبت قبل كده. خلاص دي الفكره بتاعت الايه؟ الكرنت نيورال نت بكل بساطه. طيب لو انا اعتمدت بقى على الشكل ده كده، قال لك لو احنا اعتمدنا على الشكل ده كده اللي هو البيزك ار ان ان ماشي، في مشاكل بتقابلني ليه؟ لانه هياخد كل القديم، كل الاوتبوت القديم هياخده مع الانبوت الجديد. فانا مثلا دلوقتي بفترض ان انا لو عندي 10000 كلمه وانا بتنبأ بالكلمه ال 10000، فهيعتمد على 900، على 9999 كلمه اللي قبلهم. فطبعا ده مش منطقي خالص ان انا عشان اطلع اوت جديد اعتمد على كل اللي فات ماشي. فطبعا الار ان ان او البيزك ار ان ان ديت سببت لي مشاكل. المشاكل بتاعتها ايه؟ ان هي طبعا هتعمل سلوينج في الايه، في التريننج، هتاخد وقت كبير جدا في التريننج. ليه؟ لانها بتعتمد على كل الايه، كل البريفيس ستيتس. كمان في مشكله تانية اللي هي البانشنج جريديان، ممكن لو القيم اللي هي معتمده عليها دي صغيره جدا فهتخلي الجريديان بتاعي ايه، يبدا يقل تدريجيا لحد ما يتلاشى. طبعا دي مشاكل اللي بتقابلنا في الايه، في البيزك ار ان ان، عشان كده ظهر اركتكتشر اخرى زي ال اس تي ام والجي ار يو لسه هنتكلم عنها. طيب ايه هي الخصائص بتاعه الار ان ان بشكل عام؟ ان الموديل هيدن ستيتس انبوت ديبندنسيز بتعتمد على ان كل ستيت دلوقتي معتمد على كل ستيت اللي قبلي، في ديبندنسي ما بين كل الستيتس القديمه والستيت الجديده. طبعا دي مشكله بيحصل ايرورز في الباك بروبيجيشن اوفر تايم، عشان طبعا انت مستخدم كل الايه، كل الاوتبوت القديم كله مع الانبوت الجديد، فاكيد هيحصل لك مشاكل في الباك بروبيجيشن ماشي. عندك مثلا مشكله اللي هي الفانيشنج جريديان بروبلم، دي اتكلمنا عنها، اللي هو الجريديان بتاعك بيحاول ان هو يظبط نفسه بس مش عارف يظبط نفسه لانه معتمد على جريديان قديم جدا، فممكن هو يتلاشى لو الارقام بتاعتك صغيره. كانت موديل لونج ديستانس ديبندنسيز اوف ذا هيدن ستيتس، لو انا استخدمت الار ان ان اللي هي البيزك دي مع داتا سيت كبيره مثلا او تكست كبير، فاكيد هيحصل لي مشاكل، لان ده انت بتتكلم دلوقتي في لونج ديستانس ديبندنسيز، في اعتماديه معتمده على كل الحاجات اللي قبلي، فاكيد ده طبعا هيسبب لي ايه؟ هيسبب لي مشاكل. خلاص؟ طيب عشان كده قال لك ايه بقى؟ قال لك خلاص احنا هنحل المشاكل بتاعه الار ان ان ده، هنعمل حاجه جديده اسمها ال اس تي ام اللي هو اللونج شورت تيرم ميموري. فقال لك ان انا اخترع حاجه اسمها ال اس تي ام، هو مور سلور تو ترين از كومبيرد تو ار ان، هو طبعا يعني الستور او التريننج بتاعه هيكون طبعا يعني اقل من، يعني السرعه بتاعته هتكون اقل من الار ان ان، بس هيكون افضل عشان هيحل لي المشاكل بتاعه البانشنج جريديان ماشي. احلها ازاي بقى؟ ان انا احط لك شويه ايه، شويه اكتيفيشن فانكشنز كده تحل لي المشاكل دي. خلاص؟ طيب حاجه تانية اللي هو السيكوينشال كومبينيشن، سيكوينشال كومبيتيشن انهبيتس باراليزيشن، ان في بعض الباراليزيشن كده هتتم عندي، يعني في شويه حاجات هتتم بالتوازي كده. مثلا لو انت بصيت للرسمه دي لسه هشرحها، عندك مثلا في جزء بيتم بالتوازي مع بعضه، فده طبعا هيكون احسن بدل ما اشتغل سيكوينشال بس ماشي. طيب فدي هتكون طبعا افضل من الار ان ان. تعالى بقى نعرف ايه التفاصيل بتاعت مين، بتاعت ال اس تي ام دي. طيب ال اس تي ام هو اختصار لحاجه اسمها لونج شورت تيرم ميموري. هو قال لك هنا اعمل ايه؟ قال لك هنا انا هعمل لك ثلاث حاجات، هعمل لك حاجه اسمها ايه، الجيتس او البوابات اللي هي هتسمح بديتا قد ايه هتعدي من الحاجه اللي شغاله دلوقتي. طيب نمشي واحده واحده كده. انا عندي دلوقتي ايه، عندي جيت اسمها فورجيت جيت، وعندي ديت تانية اسمها جيت، تانية اسمها انبوت جيت، وعندي جيت تالتة اسمها ايه، اسمها الاوت جيت.
طيب تعالى نمشي واحده واحده كده. انا عندي في الفرج الجيت دي المسؤوله ان هي تقول لي انا هاخد قد ايه من البريفيس ستيت، ماشي؟ طيب هتقول لي ازاي ان انا هاخد قد ايه من البريفيس ستيت؟ قال لك انا هاخد، انت داخل لك الانبوت الجديد دلوقتي، ماشي، وداخل لك الايه، الاتش اوف تي ماينس 1. طبعا السي تي ماينس 1 والاتش تي ماينس 1 دولت اتنين اوت نتيجه الايه، نتيجه الاس تي اللي فاتت، او نتيجه الاس تي ام اللي فاتت، او نتيجه النيورون بتاعت الاس تي ام الايه اللي فاتت، لان كل الاس تي ام بتطلع اتنين اوت. هقول لك عليهم دلوقتي، الاوت ده والاوت ده. الاوت ده بس بيطلع بدون اي تعديل، والاوت ده بيحصل له تعديل كده في النص. طيب نفترض دلوقتي مثلا انا استلمت الاوت اللي هو من غير تعديل، اللي هو القديم ده كله، والايه الاوت اللي حصل له تعديل في الايه، في الجزء اللي فات. عندي هنا جيت اسمها فورج جيت. الفورج جيت ديت عندها هنا حاجه، عندها فانكشن كده يا شباب اسمها ايه، اسمها سيجمويد. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ الفانكشن دي بتاخد الاكس اوف تي اللي هي الانبوت اللي داخل مع الاتش تي ماينس 1، ماشي، اللي هو الاوت الثاني اللي هو القديم، وبتدخلهم مع بعض، بتعمل لهم كونكاتينيشن، يعني بتعملهم كلهم في فيكتور واحده بس كده مع الويتس بتاعتهم، وبعد كده تجمعهم، بعد كده تدخلهم على سيجمويد فانكشن. السيجمويد فانكشن دي هيطلع لك قيمه في رينج من 0 الى 1، ماشي. القيمه اللي هتطلع هنا تكون في رينج من 0 الى كام؟ من 0 الى 1. طب يعني ايه 0 ل 1؟ 0 ل 1 معناها ايه؟ معناها ان انا دلوقتي هجيب لك حاجه في الرينج ده، مثلا قلت لك 2 من 10، 3 من 10. طيب 3 من 10 دي معناها ايه؟ 3 من 10 دي معناها ان انا دلوقتي هاخد من الاوت بقى الثاني، هاخد منه نسبه كمان، نسبه 3 من 10 بالظبط، عشان يدخل عندي فين؟ يدخل عندي في الجيت، وتبدا تتحسب الكلام ده في الال ستيم. يعني انا هضرب 3 من 10 دي، هضربها في السي تي ماينس 1 عشان هاخد منها الجزء ده بس اللي هو 30% من السي تي ماينس 1، عشان يبدا يدخل على الاس تي ام ويبدا يتحسب الكلام ده كله. عشان كده سموا الجيت دي ايه؟ سموها الفورجيت جيت، ان هي بتنسى شويه حاجات. انا بحاول ان انا اعمل جيت تنسى شويه حاجات، ما تاخدش كله، ما تاخدش الاوت ده كله. كانت مشكله الار ان ان ايه، ان هي بتاخد الايه، بتاخد الاوت القديم كله. لكن انا دلوقتي انا عملت حاجه اسمها سيجمويد فانكشن جديده، ماشي، هتطلع لي هنا القيمه بتاعه الجيت اللي هي المفروض مثلا 3 من 10، 2 من 10، على حسب بتطلع ايه، وتبدا القيمه ديت تنضرب في السي تي ماينس 1 اللي هو المفروض الاوت القديم كله، ماشي. فانا هاخد منه جزء اللي هو مثلا 3 من 10، هو ده اللي يدخل على ايه، على الشغل بتاعي كله، ماشي. فدي المسؤوله ان هي تساعدني مع الانبوت ان انا هطلع جيت او اطلع قيمه للجيت ديت عشان تنضرب في الاوت القديم، ماشي. وديت اصلا الداتا القديمه كلها اللي هي المفروض بتدخل اصلا على مين، على ال اس تي ام، اوكي كده. فانا باخد منها نسبه معينه. طيب فدي البوابه الاولى اللي احنا بنسميها ايه، اللي احنا بنسميها الفورج جيت. طيب عندك بوابه تانية، البوابه دي اسمها الايه، اسمها انبوت جيت. طب ليه سموها انبوت جيت؟ لانك هنا بقول لك انا هاخد نسبه قد ايه من الايه، من الانبوت. طيب يعني ايه نسبه قد ايه من الانبوت؟ انا دلوقتي لو خدت برضو الاكس تي والاتش تي ماينس 1 وعملت لهم كونكاتيليشن مع بعض مع الويتس بتاعتهم، جيت حسبتهم دخلتهم على الجيت دي كده، هتبدا تدخل على السيجمويد برضه. السيجمويد دي مثلا نفترض ان هي جاب لك مثلا ايه، 7 من 10. يعني ايه 7 من 10؟ يعني هاخد نسبه قد ايه من الانبوت الحالي اللي انا شغال عليه اللي هو الاكس تي، خلاص. طيب 7 من 10 ده لما بيجي هنا كده، يقف هنا كده، ولما يقف هنا كده، ماشي، هتبدا كمان تحسب لي، تحسب لي كمان انت حاجه هنا كمان، اللي هو تاخد الاكس تي مع الاتش تي ماينس 1 كونكاتينيشن برضو، دخلوا مع بعض كده، وتحسب لي التانش قيمه كده في رينج من ماينس 1 الى بلس 1، ماشي. والتانش دي معموله اصلا عشان تحل مشكله الفانشنج كمان بالجريديان بتاعت مين، بتاعت الار ان ان. فالناتج اللي هيطلع هنا مع الناتج اللي هيطلع هنا هينضرب في مين؟ يعني الناتج اللي هيطلع من التانش ده هينضرب في مين؟ هينضرب في 7 من 10. فكده انا خدت نسبه من الايه؟ من الانبوتس اللي هي الاكس تي والاتش تي ماينس 1 مع بعضهم كده، خدت منهم نسبه. النسبه دي لما تنضرب، يعني لما اضرب 7 من 10 في القيمه دي كده، ماشي، فهتطلع لي القيمه واحطها هنا. القيمه دي اللي هي النسبه بتاعه الانبوت اللي داخله من الايه، من الانبوت جيت. عشان كده سموها الانبوت ايه، الانبوت جيت، يعني بيتحكم في النسبه بتاعه الانبوتس اللي داخله الى ايه، الى النيرون، خلاص. يبقى احنا كده خلصنا الايه، الجيت الثانيه. طيب بالنسبه للجيت الثالثه بقى، الاوت اللي انت هتحسبه ده، طبعا انت بعد ما حسبت ده اللي هو 3 من 10 ضربتها في سي تي ماينس 1، بقى عندك قيمه هنا. القيمه اللي هنا دي لما تيجي هنا كده، ماشي، والقيمه دي تطلع فوق، ماشي، الاثنين دول هيجمعوا مع بعض فيطلع لك قيمه هنا كده. القيمه دي المفروض ده الناتج الايه، ده الناتج النهائي، يطلع على طول في حاجه اسمها سي تي ماينس 1، سي تي قصدي، اللي هو المفروض هتدخل في الايه، في الست اللي بعد كده. ونفس النسخه دي، نفس الاوتبوت ده يدخل على تانش، يتحسب له حاجه، يطلع حاجه في الرينج ماينس 1 بلس 1، وينضرب برضه في جيت جديده. الجيت دي بالنسبه لي برضه هتطلع لي نسبه، مثلا نقول مثلا 6 من 10. 6 من 10 دي لما تنضرب في الاوت اللي هو يطلع من التانش ده،
يطلع منه نسبه، النسبه من الاب بس تروح لحاجه اسمها الايه الاتش تي، اللي هي تدخل فين بقى، اللي هي تدخل في الست اللي بعد كده، اللي هي دي ودي هي نفس مين، هي نفس دي ودي، بس دي بتاعت البريفيس ستيت ودي بتاعت النكست ايه النكست ستيت. طيب دي ليه سموها الاربت جيت؟ لان هنا في جيت موجوده بتحسب كميه الاربت اللي هيخرج من اللي هيخرج ويروح للاتش تي، ماشي. لكن طبعا الاربت الايه الاصلي كله موجود هنا في السي تي، اللي انا اصلا بعد كده في الست اللي بعد كده هحدد انا هاخد منه قد ايه، زي ما انا مشيت بالظبط في الجزء بتاع الفورجيت جيت، ماشي. وتبدا بقى تطبق الانبوت جيت، تطبق الايه الاوتبوت جيت، لحد ما تطلع برضه ايه السي تي بلس 1 والاتش تي ايه بلس 1 وهكذا. دي بكل بساطه شباب التفاصيل الخاصه بالايه بالنيورون اللي هي موجوده عندي فين في اللونج شورت تيرم ايه ميموري. طيب تعالى بقى ايه نشوف شويه تفاصيل الموضوع ده. يقول لك ان انا بستخدم الجيتس بقى، يعني ايه نضافه بقى ايه اللي هو الكونسبت بتاع حاجه اسمها الجيتس تو كنترول ذا انفورميشن. انا بتحكم دلوقتي في الانفورميشن اللي داخله الايه اللي داخله النيورون دي، فانا استخدمت الفروجيت جيت عشان اتحكم في الانفورميشن اللي هي بتاعت البريفيس ستيتس كلها، ماشي. افروجيت منها جزء خلاص. طيب استخدمت ليه السيجمويد فانكشن؟ عشان ديت اللي انا هستخدمها في الايه في الجيتس بروبابيلتيز، اللي هي ادي لكل واحده بروبابيلتي معينه في رينج 0 ل 1 عشان اشوف انا هاخد نسبه قد ايه من الانبوت، من قصدي من الـ من البريفيس ستيت، ومن الانبوت اللي داخل، ومن الاوتبوت كمان الايه اللي خارج اللي هيروح للاتش تي، اوكي. طيب واستخدمت ليه التانش فانكشن؟ عشان تحل مشكله الفانيشنج جريديانت، ان انا مش هخلي القيم بتاعتي تنزل لاقل من ماينس 1، كلها تكون في رينج كام؟ من ماينس 1 الى ايه؟ الى بلس 1. يبقى انا كده حليت مشاكل ار نين، وفي نفس الوقت حليت مشكله الار نين كمان ان هي كانت بتاخد كل البريفيس ستيت، لا انا خدت منها ايه؟ خدت منها اجزاء فقط بايه؟ عن طريق الجيتس اللي انا عملتها دي. دي الميزه بتاعت ان انا استخدم لونج شورت تيرم ميموري عن مين؟ عن الار نين. طيب تعالى بقى هنا كده هيبدا يشرح لك كل جزء لوحده. انا خدت مثلا نفس الرسمه اهي، ايه اللي بيحصل بقى ستيب باي ستيب كده. اول حاجه انت عندك هنا الاكس تي اللي هي الانبوت الجديد اصلا اللي داخل، ماشي، وده الاتش تي ماينس 1. خلاص انت عرفت بقى ايه هو الاتش تي ماينس 1 ده، اللي هو المفروض لو انت جيت حسبته يعني في البريفس ستيت هيطلع نفس ده، ده البريفس ستيت ده النكست المفروض، بس ده يعني لو انت جيت حسبته هتحسبه بنفس الطريقه دي، اللي هو هيدخل على التانش وبعد كده نضرب في الجيت لحد ما يطلع لك ايه جزء من الاوتبوت اللي هو المفروض يخرج اصلا زي سي تي. السي تي خرج كامل، لكن ده السي تي ده دخل على تانش بعد كده انضرب في الجيت، انضرب في البروبابيلتي بتاعت الجيت، فطلع منه ايه نسبه اللي هي موجوده عندي، هي دي اللي بتاعت البريفس ستيتمنت زيها بالظبط. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل في الحاله ديت ايه؟ السلك ده لما بيجي يخبط في السلك ده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انت عندك الاكس تي دي اللي هي المفروض الانبوت بالنسبه لك، والاتش تي ماينس 1 ده المفروض الجزء من الاوت اللي هو اللي فات بتاع البريفس ستيت، عاملهم كونكاتينيشن مع بعض. يعني ايه كونكاتينيشن؟ بص كده الفيكتور ده عامل ازاي؟ الفيكتور بتاع الاكس تي ده اللي هو المفروض الانبوت الاصلي اصلا، وده الفيكتور بتاع مين؟ بتاع الاتش تي ماينس 1. دمجتهم مع بعض، لما دمجناهم مع بعض بهذا الشكل ماشي؟ بدأ ان هو بيحسب بعد كده بقى ايه؟ طبعا في ويت هنا كده، في ويت عند كل واحد من ده وفي ويت عند كل واحد من ده. يبدأ يضرب بقى الانبوت مع الويتس بتاعتك ويبدأ يطلع ايه؟ الناتج بتاعك اللي هو السمشن بتاع الاكس في الدبليو. طيب السمشن بتاع الاكس في الدبليو هيروح فين؟ هيروح نسخة هنا كده ونسخة تروح هنا كده ونسخة تروح هنا كده ونسخة ايه تروح هنا كده. طب النسخة اللي هتروح في الأول دي هيحصل فيها ايه؟ المفروض ان دي تدخل على السيجمويد فانكشن عشان تديني القيمة في الرينج ماينس 1، تديني القيمة في الرينج من 0 إلى 1، عشان القيمة في الرينج من 0 ل 1 دي هي اللي هتتحكم في البريفيوس انبوتس يدخل منه نسبة قد ايه، ماشي؟ زي ما قلنا نفترض ان انا خدت هنا 7 من 10، ده معناه ان 7 من 10 دي هتنضرب في كام؟ تنضرب في السي تي ماينس 1 عشان يطلع لي بقى القيمة اللي انا المفروض اخدها من البريفيوس ستيت تدخل على مين؟ تدخل على العملية التانية أو الجيت التانية. طيب الجيت التانية دي بتتحسب ازاي؟ تعالى بص بقى ايه على الرسمة التانية. بدأ ان هو برضه يقول لك الجيت التانية دي بتتحسب ازاي؟ برضه هاخد الاتش ايه؟ الاكس تي اهي، ادي الاكس تي اهي معاها الاتش تي ماينس 1، دمجتهم مع بعض، حسبت ما بينهم الويتس والقيمة دي المفروض ان هي راحت هنا. طب القيمة دي لما تروح هنا تخش على السيجمنت فانكشن تطلع لي برضه قيمة، القيمة بتاعت الجيت دي اعمل فيها ايه قيمة الجيت دي؟ استنى بقى لسه احسب دي كمان، ماشي؟ هيجي لك تقريبا في ايه في اللي بعدها اهو، هيبدأ يحسب دي كمان، يدخل الكلام ده على مين؟ على التانش، فالتانش ده هيطلع قيمه في ماينس من ماينس 1 الى بلس 1. طيب ايه اللي هيحصل في الحاله ديت؟ اخد الجيت دي اضربها في ايه بقى؟ اضربها في القيمه اللي طلعت من السي تي داش، ماشي؟ وبعد كده الناتج هيطلع يروح فين؟ هيطلع يروح هنا كده. طيب خلي بالك ان كان في ناتج محسوب هنا اللي هو نسبه 7 من 10 من السي تي ماينس 1 مثلا، فالاثنين دول يحصل لهم ايه؟ هيتجمعوا مع بعض، فلما يتجمعوا مع بعض يطلع لك اوت، فالاوت ده هيطلع منه نسخه اسمها سي تي ونسخة تانية تدخل على ايه؟ على الجيت اللي بعد كده، ماشي؟ طيب احنا كده خلصنا الجيت دي، فالجيت دي بتاعت مين؟ بتاعت الانبوت، هي بتتحكم في الجزء بتاع الانبوت اللي يدخل، خلاص؟ طيب الصورة اللي بعدها هنا بيوضح لك الجزء اللي فوق لسه قبل ما يدخل لك على الاوت. الجزء اللي فوق ده اللي ايه اللي بيتم فيه؟
ان هو المعادلات دي بالظبط اللي هي السي تي اللي هي دي هتكون عباره عن ايه؟ هتكون عباره عن القيمه اللي طالعه من الجيت دي كده مضروبه في السي تي ماينس 1 اللي احنا هنسميها مثلا اف تي، دي سميها مثلا اف تي ماشي؟ من ضربت في السي تي ماينس 1 فطلع لك قيمه هنا كده. طيب القيمه اللي طلعت هنا كده ايه اللي هيحصل؟ هاخد الاي كمان اللي هي الاي تي دي هضربها فين؟ هضربها في القيمه اللي طلعت من التانش اللي هي السي تي داش فيطلع لك قيمه هنا كده. بعد كده جمع الاثنين على بعض فيديك ايه؟ يديك الاوت بتاعك اللي هو التجميعه دي كده، كل واحده فيها التفاصيل بتاعتها ايه زي ما احنا بنشرح بالظبط. طيب الاوت اللي خرج ده اسمه ايه؟ اسمه السي تي. الاوت ده يروح فين بقى؟ الرسمه اللي بعدها هيبدا يحسب برضه الاتش الاكس تي مع الاتش مع الاتش تي ماينس 1 حد الكلام ده يروح كده يتحسب يخش على سيجمويد فانكشن يطلع منه نسبه اللي هي 0 و1. بعد كده 0 و1 ديت ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده هينضرب في ايه؟ هينضرب في القيمه بتاعه السي تي اللي كانت هنا كده بس دخلت على التانش الاول فطلع القيمه من ماينس 1 الى بلس 1 فهتنضرب في دي كده. فلما تنضرب في دي كده هيطلع لك الاوت ده اللي هو ايه اسمه اتش تي اللي هو بعد كده هستخدمه في الايه في النكست ستيت. وطبعا السي تي الاصليه طلعت زي ما هي بدون اي ايه بدون اي تعديل. يبقى ده اسمها ايه؟ دي اسمها الاوت الاوت جيت ودي اسمها الايه؟ ودي اسمها الانبوت جيت ودي اسمها الايه؟ الفورجيت جيت. طيب ده بقى كله على بعضه اهو ده المفروض الايه؟ الاتش تي النهائيه عباره عن ايه؟ عباره عن التانش لما اتطبق على السي تي والجيت دي القيمه بتاعت الجيت لما انضربت في القيمه اللي طلعت ماشي؟ القيمه اللي طلعت من التانش فطلع لي في الاخر حاجه اسمها الايه؟ الاتش اوف تي. كل واحده قصاد المعادله بتاعتها هي بس الرسمه اصلا بتشرح نفسها يعني ماشي؟ طيب ده بقى شكل عام لو انا حطيت لك بقى الستيت اللي هي الاصليه في النص والبريفس ستيت والايه والنكست ستيت. يبقى انت عندك طبعا هتطلع لي هنا السي تي ماشي وهتطلع لي هنا الاتش تي فده طبعا هيخش على الستيت اللي بعدها. وعندك هنا السي تي ماينس 1 والاتش تي ماينس 1 فيبدا طبعا ده الاوت اصلا اللي طالع منين؟ اللي طالع من الستيت اللي بعدها الستيت اللي قبلها. يبقى ده بس يفهمك ازاي عمليه النيورونز بتبقى مربوطه ببعض تبقى مربوطه عن طريق الايه الاثنين اوت اللي بيخرجوا كل مره اللي هو الاتش تي والايه والسي تي ماشي كده يا جماعه؟ طيب طبعا بنفس الطريقه بتاعه يعني التوصيل بتاعه النيورونز بنفس المعادلات الباك بروبجيشن برضو بيشتغل يعمل يعني ابديت برضو للويتس لان كل خط من ده عليه ايه عليه ويت يعني كل خط بيستقبل انبوت عليه ايه عليه ويتس انت شغال بيه. طيب ايه انواع الار ان ان؟ انواع الار ان ان مودلز في منها انواع ايه انواع كتير. الانواع ديت مقسومه الى كذا ايه كذا حاجه. اول حاجه ان هو بيقول لك في نوع اسمه ال 1 تو 1. يعني ايه 1 تو 1؟ يعني بتدخله انبوت واحد بس ويطلع لك انبوت ايه ويطلع لك اوتبوت واحد بس. طب ممكن استخدم ده في ايه؟ ممكن استخدمه في الايه ده البيزك ار ان ان يوز كيس اصلا اللي انا ممكن استخدمه في مثلا كلاسيفيكيشن. يعني انا بدخل صوره والمفروض ان يطلع لي الاوتبوت بتاع الصوره ده عباره عن ايه بالظبط ماشي؟ يعني انا ممكن استخدم ار ان ان في كلاسيفيكيشن قال لك اه عادي جدا مش اي مشكله ما هو هو في فورورد نيورال نتورك ماشي؟ ممكن اطوعه ان هو يشتغل كلاسيفيكيشن. طيب في نوع تاني بيستقبل انبوت واحد بس وبيخرج اكتر من ايه؟ اكتر من اوت. في الحاله ديت بيعمل ايه؟ ممكن يكون بيعمل حاجه اسمها ايمج كابشن. يعني ايه ايمج كابشن؟ يعني يدخل له صوره ويطلع ايه؟ ويطلع مجموعه سيكونسز اوف ايه؟ اوف تكست مثلا بيوصف الايه؟ بيوصف الصوره دي ماشي؟ طيب في نوع تاني بيستلم انبوت كتير ويطلع لك اوت واحد بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ادخل ريفيو تكست تويتس ادخل مجموعه ريفيوز كده وهو يقول لي الريفيو ده هو بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيوترال. فانا بستخدم الحاجه ديت في حاجه اسمها سنتمنت ايه اوف ذا انبوت سنتمنت اناليسيس. طيب ممكن يخرج يدخل حاجه زي كده ويخرج حاجه نفس الشكل قال لك اه لو انا بستخدم لو انا بشتغل على ماشين ترانسليشن انا مدخل دلوقتي ثلاث كلمات انجلش عاوزهم ثلاث كلمات عربي. يبقى انا دلوقتي الثلاثه اللي داخلين قصادهم ثلاثه ايه خارجين. ده بستخدمه فين؟ ده بستخدمه في الترانسليشن اوف ذا لانجوج اللي هو الماشين ترانسليشن. اوكي طيب حاجه زي كده ممكن استخدمها في ايه؟ انا مديك فيديو فانا عاوز الفيديو ده كده يحصل له سب تايتلز كل فيديو يحصل له ايه سب تايتل ماشي او كابشننج الايه للفيديو اللي موجود عندي. دي الانواع اللي انا ممكن استخدمها البيزكس. طبعا في حاجات تانية كتير جدا بنستخدمها في الايه في الار ان ان. طيب ده بقى ملخص الموضوع كله قال لك الايه ده السيمبل ار ان ان ماشي اللي هو ما فيهوش اصلا اي حاجه الا التانش فانكشن بس ماشي وبياخد الانبوت القديم كله بياخد قصدي الاوت القديم كله مع الانبوت الجديد. وطبعا المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها حليناها فين؟ حليناها في الرسمه بتاعت ايه الاس تي ام. دي بس رسمه تانية بس هو كاتب لك بس هنا سيجمويد عشان تتاكد فعلا دي كلمه سيجمويد وديت تانش وده سيجمويد وده ايه وده سيجمويد وده تاتش. هو نفس نفس الرسمه القديمه بس ايه ممكن تكون ايه يعني من متغيره شويه بس هي نفس الايه نفس الرسمه. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك ان ال اس تي ام ده او اللونج شورت تيرم ميموري بياخد وقت كبير جدا في الايه في التريننج. فاحنا ممكن نختار نوع تاني اسمه جي ار يو. طيب قال لك ان عندي في نوع اسمه جي ار يو
بيكون في بس 2 جيت فقط، جيت اسمها ريسيت جيت، وجيت تانية اسمها الايه الابديت جيت. طب ايه ريسيت جيت دي؟ الريسيت جيت دي اللي بتحل محل الانبوت جيت اللي احنا عملناها هنا كده، الانبوت جيت اللي كانت موجوده هنا كده، والفورجيت جيت. ماشي؟ طيب والتانية دي بتحل محل مين؟ بتحل محل الايه الاوت جيت اللي احنا عملناها هناك دي. فانا ممكن اختصر الكلام ده في الشكل ده، قال لك اه بس خلي بالك بقى ان هنا هتكون اسرع، اه بس النتائج بتاعت ديت مش هتكون طبعا زي النتائج بتاعت ايه بتاعت دي. خلاص؟ فمعظم الناس دلوقتي بتستخدم مين؟ بتستخدم ال اس تي ام لو انت عندك ديتا يعني متوسطه لحد ما، ممكن تستخدم جي ار يو لو انت عاوز تجرب على مثلا ديتا كبيره، لو انت عاوز الدنيا تكون سريعه شويه، بس ايه ما تستناش منها ايه اكيورسي زي مين؟ زي ال اس تي ام، لان ديت اقوى حاجه دلوقتي موجوده في الايه؟ في الموضوع بتاع الار ان ايه. طيب انا كاتب لك هنا شويه كومبوننتس خاصه بتاعه ال اس تي ام، يعني كل واحده من دي عباره عن ايه بالظبط واسمها ايه وبتعمل ايه. فطبعا احنا عرفنا بقى ايه كل التفاصيل ديت اللي هي الفورجيت جيت، ماشي، والاف تي. الاف تي ده عباره عن ايه؟ اللي هو الناتج اللي هو طالع من ايه، اللي طالع من السيجمويد، ماشي، اللي هي الفورجيت جيت يعني، او البروبابيلتي بتاعه الفورجيت جيت، وديت اللي هو الجي اوف تي. الجي اوف تي دي مكتوب هنا اهوت، اللي هو السيل ستيت ابديت اللي هي بتاعه الانبوت، وعندك السيجمويد اللي هي بتاعه الايه، اللي هي بتاعه الجيت الخاصه بالانبوت نفسه، هناخد نسبه قد ايه من الانبوت. طبعا مش لازم تكون الرسمه هي نفس الرسمه الاولانيه، يعني هي نفس الرسمه الاولانيه اه، بس ايه يعني لو جبت دي هنا وحطيت دي مكان دي مفيش مشكله، يعني لو قلبت دي مكان دي زي الرسمه الاصليه كانت موجوده في الاول مفيش اي مشكله، ما هي الا ديسكريبشن فقط يعني. وبعد كده ايه عندك السيجمويد الاخيره اللي هي بتطلع لك النسبه اللي انا بحسب منها الايه الاوتبوت اللي انا هاخده بره. طبعا انت عندك هنا في حاجه اسمها بلس وحاجه اسمها مالتيبليكيشن، ده البوينت وايز مالتيبليكيشن والبوينت وايز ايه اديشن، اللي هو ضرب المناظر والجمع الايه جمع المناظر. ماشي؟ طيب هنا جايب لك برضه الصفحه دي كده الفرق ما بين الليست ام والجي ار يو بالنسبه للجيتس. الليست ام فيها 3 جيتس اللي هو الفور جيت والانبوت والاوت، الجي ار يو فيها 2 جيتس بس اللي هو الابديت والريست. السيل ستيت الليست ام هاز سبريت سيل ستيت، كل واحده ليها ستيت خاصه بيها، يعني كل جيت لها ستيت خاصه بيها معتمده على نفسها مش معتمده على حد تاني. لكن الجي ار يو لما جمع اتنين مع بعض بقى في ايه، بقى في اتنين ستيت ايه او اتنين سيل معتمدين ايه معتمدين على بعض. طبعا دي مشكله، هي يعني مش مشكله بس بتسرع العمليه شويه. طيب الكومبلكسيتي الاس تي ام طبعا هي مور كومبلكس، والجي ار يو هي سمبلر فاستر. ماشي؟ الميموري ريتنشن الاس تي ام از بيتر فور لونج تيرم ديبندنسيز، لو انا بقى اشتغل بقى على تكست كبير جدا بقى وعاوز اعتمد على حاجات قديمه مع حاجات جديده، فطبعا الاس تي ام يفضل ان انا اشتغل عليه اللي هي لونج تيرم ديبندنسيز. لكن الجي ار يو بيرفورم سيميلارلي، بتبرفورم ممكن شبه الاس تي ام بس may not be as effective for very long ايه sequences، يعني انت لو استخدمت sequences كبيره ففي الحاله مش هيطلع لك ناتج ايه كويس زي مين زي ال اس تي ام. البرفورمانس بتاعنا ال اس تي ام از مور باورفول بات ايه بات سلور، لكن الجي ار يو هي مور افيشنت اند فاستر تو ترين، لكن هي مش طبعا مش ايه مش باورفول. خلاص؟ هي اسرع اه وهتطلع لك نتيجه اقرب الى ال اس تي ام، بس طبعا ايه ما تتوقعش ان هي تطلع لك نتيجه احسن من مين من ال اس تي ام. ماشي كده يا جماعه؟